مباركة مملكة الآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. بسلام إلى الرب نطلب. كيريا إلهيسون. لأجل السلام العلوي وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب. كيريا إلهيسون. لأجل سلام العالم أجمع وثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. كيريا إلهيسون. لأجل هذا البيت المقدس والداخلين إليه بإيمان وورع ومخافة الله إلى الرب نطلب. كيريا إلهيسون. لأجل أبينا ورئيس كهنتنا وكهنته المكرمين والشمامسة الخدام بالمسيح وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب. لأجل حكامنا ومساعديهم وجنودهم ولأجل مؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. كيريا إلهيسون. لأجل هذه البلدة وكل مدينة وقرية والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. كيريا إلهيسون. لأجل اعتدال الأهوياء ووفرة غلال الأرض وأزمنة سلامية إلى الرب نطلب. كيريا إلهيسون. لأجل المسافرين في البحر والبر والجو والمرضى والمتعبين والأسرى ولأجل خلاصهم إلى الرب نطلب. كيريا لأجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. كيريا إلهيسون. أنضدنا وخلصنا وارحمنا واحفظنا يا الله بنعمتك. لنذكر سيدتنا الكاملة القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة والدة الإله الدائمة البتولية مريم وجميع القديسين، ولندع المسيح الإله ذواتنا وبعضنا بعضا وحياتنا كلها. لأنك إله صالح ومحب للبشر وإليك نرفع المجد
أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. صالح الاعتراف للرب والإشادة لاسمك أيها العلي بشفاعة والدة الإله. يا مخلص خلصنا، ليخبر في الغداة برحمتك وفي الليل بحقك. تسبرس في استثاء الرب إلهنا عادل وليس فيه ظلم. بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. المجد للآب والابن والروح القدوس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهر نمي. المرنمين لك قليلا